كنجمعوا الدراري ديال السيكتور. المهم من هاد الخدمه هادي كنديروها طول سميتو كل العيد الكبير كنديروها، ماشي اول مره ولا ثاني مره، ياك السبب الاخر كيخلينا نديروا هاد الشيء هذا باش المهم كاسميتو عندي نيت ولد كنصير عليه واسميتو، داكشي علاش خلاني ندير هاد الشيء هذا. والدراري حتى هما يستغلوا هاد النهار اللي العيد اللي هو ما كاين ما يدار، وقلنا اللهم نجمعوه كم ونصوروا شويه ديالنا حتى حنايا ونتعاونوا حتى حنا سميتو ونجلوا الوقت في هاد الشيء هذا. ومنها كنتعاونوا حتى مع الناس ديال الساكنه، كاين دابا اللي مسكين عنده الدقه دابا في الدار واللي عنده ولاد صغار على العافيه واسميتو كيجيب لنا المسائل حتى هو كيحطوا كيحسبوني بثمن مزيان حتى اللي ما عنده حنا داكشي في سبيل الله. وكتشوفوا لا هاد العام كيف كعرض الجميع من طنجه حتى للكويره، هاد العام راه كاين واحد شويه ديال النقص سيرتو في مدينه تيزنيت. بحال رمضان حتى هو اللي داز، بحال العيد الكبير حتى هو العيد الكبير دابا الناس قلال شويه. حنا كنديرو كنجيبو العود هكا من عند المحل، كنشريو العود بوحدو وكنقدو الشوايه ديالنا، وكنتفاهمو مع الجيران ديالنا الاحبه ديالنا، يعني كنتعاونو معاهم حتى هما باش ما يكرفسوش الدار ديالهم. وعند كاين عنده دراري صغار ما كيقدرش هذاك الدخان كيتخناق، وهادي كنتساعدو معاهم وكنتساعدو حتى حنا كنصورو طرف الخبز ديالنا في العواشر، وكنقدو هذا الخير كيما كتشوف الشوايه والدراري، وكنحيدو للعباد وكنقدو لهم كلشي المسائل ديالهم. وكشي راه كيما كتقول ارزاق بيد الله، حنا راه كنسببو منها حتى هاد الناس حتى هما راه كيجيو ماشي بالضبط على وجه الرزق، حتى ديك رحمه الوالدين اللي كان خدوها معاهم في هذا الاجر هذا، حيتاش كاين اللي ما عارفش كيفاش يقاد هذا الخير هذا، وكاين اللي عنده المريض ولا شي دري صغير ما يقدرش يتخنق عليه، وهادي حنا كنجيبوه لهنا وكنقادو هذا الخير هذا، ومن بعد كننقيو البليصه ديالنا باش ديما نلقاوها حتى حنا مره اخرى نقيه. المهم راك عارف مع هذا العام هذا كاين فيروس كورونا، ضروري من التعقيم، درنا الناس المعقيم هنايا، كيجي بنادم كتعطيه المعقيم ديالو كتخوي ليه الماء يغسل يديه حتى هو باش تكون الوقايه ديالك ولا الوقايه لينا حنا ولا الناس اللي غايجيو موراه هو، يعني ضروري حنا بريوسنا راه كل 5 مينوت ضروري تمشي تعقم يديك، وهادي على حسب يقدر تقيس فمك يقدر هادي، كاين ضروري دير الاحتياطات ديالك. حنايا خدامين على ريوسنا هنايا، ماشي خدامين وما خدامين وما خدامين وما خدامينش دابا نيت، والحمد لله كنتلاقاو هنا مع الدراري مع لا فامي مع الجيران مع الدراري شحال هادي ما كنشوفوهم، وعايشين معاهم الاجواء ديال العيد. والحمد لله وهاد الكورونا هادي واخا طرات علينا شويه نفسانيا، ولكن الحمد لله وماديا نكملوا كاملين، ولكن الحمد لله على كل حال الانسان يتقاتل ويعرف يضرب يجيب طريف ديال الخبز ديالو، ويعرف اليوميات ديالو كيفاش غايجيبها ويجيبها راجل. والحمد لله على كل حال، وانتم كتشوفوا والحمد لله الدراري عايشين هنايا، وهذا اللي كاين، الاجواء ديما كتكون هكا الحمد لله. وفي هذا العيد هادي الاجواء شويه ناقصه شويه مع هذا الوباء هذا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.